بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض امر الريو، هو ان انا اوزع عنصر معين. طيب خلينا نرسم العنصر الاول اهوت واشوف في 3 دي. عنصر عادي خالص مفيش اي مشاكل. ودلوقتي هقول له انا عايز اخش على درافت، هلاقي هنا عندي امر الري هيبدأ احدد العنصر اللي انا عايزه. طيب عايز ابدا اقول له رتب لي مثلا انا عايز كم مره في الاكس، عايز مثلا 10 مرات في الاكس و10 مرات في الواي بالشكل دوت. طيب المسافه اللي بينهم قد ايه؟ الاري في الاكس بدل ما هو 10 خليها مثلا 15، وفي الواي بدل ما 1 اخليها 15، هيطلع معايا بالشكل دوت. تمام. طيب هرجع دلوقتي بقى لامر البارت واقول له انا عايز ارسم مكعب واحد بس كده. طيب المكعب ده بعده كام؟ اقول له مثلا 120، وهنا 120 بالشكل دوت، خليها مثلا 150، 170 مثلا، وده برضو 170. طيب وعايز اخليه يتحرك، فهاجي هنا في البوزيشن واقول له غير لي دوت، واقول له ان برضو غير انزل اعلم على الكيوب، وبعد كده اعلم على الاري واقول له اطرح لي ده من دوت، فيطلع لي الشكل بالمنظر دوت. تمام. طيب.